هل يتحول ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا إلى أزمة بين مؤسسات السلطة الجديدة؟ من الجهات المستفيدة من تأخير خروج المرتزقة من ليبيا؟ هل يملك الليبيون القدرة على إخراج القوات الأجنبية أم لا بد من دعم دولي؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ليبيا، هل تكون المرتزقة شوكة في خاصرة المصالحة؟